إلى شيء من الثقافة، حيث شهد مهرجان قرطاج الدولي للموسيقى في تونس تأخر الفنانة الأمريكية لوران هيل عن المسرح لمدة طويلة، وهذا ما أغضب جمهورها كثيراً ولجنة التحكيم، لجنة تنظيم البرنامج التي حملتها المسؤولية. تفاصيل هذه الحادثة مع سارة بالحور. أثار تأخر الفنانة الأمريكية لورين هيل أكثر من ساعتين عن موعدها لإحياء سهرات مهرجان قرطاج الدولي ضجة إعلامية، وكذا استياء بعض الجماهير الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر حضورها على خشبة المسرح. تأخرت كثيرا لمدة فاقت ساعتين، لكن بعد حضورها عوضت ذلك. كانت أجواء رائعة لأن الفنانة لها حضور جد قوي. بعد ظهور صاحبة الأغنية الشهيرة كيلين مي سوفلي وذ هيزا على المسرح، رفع عدد من الحاضرين شعار ديجاج في وجهها، غير أن أدائها المتميز جعل جمهورها يتفاعل معها. إنها لورين هيل وتمثل جيلي، أنا جد سعيدة أنها متواجدة هنا. عبرت إدارة المهرجان عن أسفها الشديد لما حصل من تأخير في البرنامج، وأعلمت الجمهور أن مغنية الأرنبي والعضو السابق في فرقة ذا فوجيز ومجموعتها تتحمل كل المسؤولية.